شغل صام 5 ايام في رمضان، نسيم 13 ساعه و 14 ساعه، هو ما زال صايم من نهار تصريح سعيد في المستير، ما زال صايم تحت شغل، ولا حس، ارجع صبحته ولا حس ولا حرك، ما تكلموش لا حوار، قال لهم حاجتكم بالحوار لا حد شيء. شنو رايك؟ انا اعتقد مش كان اتحاد شغل، انت حكيت اتحاد شغل، لكن اللي يهمنا في القضيه الاقتصاديه ذلك يهمنا اتحاد الصناعه والتجاره. صحيح، اتحاد الصناعه والتجاره يضحي بتونس ويضحي بالشعب التونسي ويضحي بالمؤسسه الاقتصاديه في تونس، يضحي بالمؤسسه اللي هي تخلق الثروه وتخلق مواطن الشغل وتخلق التنميه. اليوم العلاقه الشخصيه بين مجهول وبين قيس سعيد هي التي تدفع اتحاد الصناعة والتجارة حتى أنه لا يساهم لا من قريب ولا من بعيد في إعادة التوازن لتونس. اتحاد شغل موقف واضح، اتحاد شغل يعني يتراوح بين التهديد بأنه هو أكبر قوة في البلاد وعدم الرغبة في القطع مع قيس سعيد. أنا أقول اختر أستاذ حسين، صحيح فما مسألة اقتصادية مهمة جدا، لكن أعتقد أن المسألة الاقتصادية محورية بالنسبة لمستقبل تونس. على المعارضة التونسية أنها تسير مش فقط بخطة سياسية لكن بخطة اقتصادية واضحة. المواطن التونسي أنا على يقين لو أن المواطن التونسي هذا لقاء كتاب المعارضة تطمينات من ناحية الاقتصادية، من ناحية خلق الثروة، من ناحية العدالة الاجتماعية، من ناحية الصحة، من ناحية التعليم، أنا على يقين أن التونسي سينخرط في معركة تقطع الانقلاب. لكن احنا ما زلنا بعد شوية، ما زال الخطاب خطاب فوقي، ما زال بعيد ياسر على المواطن التونسي، والمواطن يحس انه السياسي بعيد عليه. نعم، على جبهة الخلاص وعلى المعارضة بصفة عامة انها ما تقعش في نفس الفخ اللي تاح فيه قيس سعيد. فخ قيس سعيد الان علاش الناس انفضت من حوله؟ انه لا، ما عادش يستجيب لطموحات الشعب التونسي، وعلى النخبه السياسيه انها تستجيب بشكل او باخر الى طموحات الشعب التونسي فانها تعيش بكرامه، ان واحد يلقى كيفاش يتجاوز ثروته حتى تكون قريبه من الشارع الاجتماعي. سي منصف هذا مطلوب. نعم. نعم، شكرا جزيلا سيد منصف. زيد خبير التجاره الدوليه والتنميه من باريس، وسيد عبد القاسم حسن كاتب حركه النهضه وبجبهه الخلاص الوطني، ألتقيكم غدا المساء بداية الساعة 9:30 مساء بتوقيت تونس. تقبل الله صيامكم وقيامكم في أمان الله.